مرحبا مشاهدينا الأكارم. معظم المشاكل السياسية اللي يواجهها العراق ربما يكون سببها الأبرز هو غياب البوصلة، بحيث نتج عندنا تشتت واضح بالقرارات والمواقف وحتى بصياغة القوانين للأسف، وهذا انعكس بشكل واضح على آليات إدارة الدولة العراقية وتنظيم العمل السياسي اللي مضيع بوصلته. هذا الحكي كله يجري في وقت يشهد العراق ومحيط الإقليمي توترات بحاجة إلى حنكة وإلى مكر سياسي للتعاطي مع الأزمات وكيفية إدارة هذه الأزمات. ابقوا معنا. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الأكارم، نرحب وإياكم بضيوفي لهذه الحلقة من برنامج لعبة الكراسي، الدكتور طالب محمد كريم باحث بشأن السياسي. سيد كريم مرحبا بك دكتور ضيف عزيز. نرحب بالأستاذ حسن العزاوي مستشار سابق في رئاسة الجمهورية. سيد العزاوي مرحبا بك ضيف عزيز، أيضا جدد بك تحية وترحيب دكتور. أتحدث مع جنابك، إذا نجي نخلي العملية السياسية بالعراق على خلينا نقول مقياس عالمي، شنو النتيجة اللي راح تصدر عندنا؟ تفضل دكتور. شكرا جزيلا، تحياتي طبعا لكم ولضيفك الكريم الصديق العزيز أستاذ حسن العزاوي. طبعا تعرف أتكلمها كطريقة بحثية سريعة. طيب، لما نجي نجرد مثلا 20 سنة 21 سنة على تأسيس نظام ديمقراطي ولم تسبق حالة انتقالية، صعب جدا يعني من شمولية إلى دكتاتورية، من كتم وضغط وكبد إلى تعدد الحريات، أساء فهم هذا الموضوع. المشكلة طبعا أصبح الخطأ الشائع هو خير من الصواب، بالتالي ما ظهر من تجليات وسلوكيات كانت تكون اجتماعية سياسية على أنها هو تعبير عن الحريات اللي كفلها الدستور، وهي طبعا طريقة أو بالأحرى النص لا يطابق طبعا الواقع، يعني ما فهم النص على أنه يعطي الحريات بهذه الطريقة غير صحيحة، فهم هنا خطأ جدا. لكن كنا نحتاج طبعا إلى مؤسسات داعمة تثقيفية تعمل طبعا مع كل شبابنا أجيالنا، مدارس جامعات، حتى بسبيل أنه يستنشقون معنى مفهوم الدستور، مفهوم الدولة، ماذا تعني لنا أو يعني لنا مفهوم الدولة، ما الفرق ما بين مؤسسات الدولة، ما بين الحكومة، ما بين مجالس المحافظات، تقسيم الأدوار. بالتالي أعتقد هذا الموضوع عندما سار بهذا الطريق وبدون مواجهة، حتى أكون منصف، المواجهة كانت ضعيفة لأن المتصدين أمام هذه الموجة كان ربما دعمهم ضعيف، دعم معنوي، دعم اجتماعي. بالتالي هاي أريحية، خلينا نعبر بهذه الطريقة، أصبح عرف. ومن أبرز هذه الأعراف هو مفهوم المحاصصة اللي أساسا ما أقر الدستور العراقي، لكن هي فكرة اقتبسوها طبعا من الدستور اللبناني، الأزمات اللي مرت بها لبنان، وبالتالي طبعا انعكس على الواقع العراقي السياسي وأدى إلى نتائج سلبية أكثر من الإيجابية. دكتور بعد 21 سنة ماكو فهم لمفهوم ومعنى الدولة، وصار فهم ومفهوم أكثر لمعنى المحاصصة، يعني هذا اللي تقصده؟ نعم سؤال جيد طبعا. أنا أعتقد طبعا أنا أتحمل مسؤولية كلامي، لأنه أنا مو فقط باحث، وإنما حتى أنا أعمل في منظمات مجتمع مدني، أكو استبانات كثيرة وتطلعات، وقريب من لا يعني أكو مشكلة عندنا إياها. يعني كيف يمكن لمواطن سيتيزن أنه يستطيع أن يميز ما بين الأنظمة السياسية اللي اختارها مثلا، أو يقر الدستور العراقي على متبنياته على فقراته، كيف يستطيع لهذا المواطن اللي هو مشغول بحياته اليومية بهمومه بالمشاكل اليومية، سوء خدمات، قلة أمور، وما بين مثلا شخص معين، أو لا ليش نقول قاعدة كبيرة متعلمة خلصوا الدراسات الأولية، أنه اثنيناتهم يقفون أمام صندوق واحد لاختيار شخص أو قائمة، هذه القائمة ستتحكم في المسار الدولة العراقية، في المسار الاجتماعي، في المسار الأسري. بالتالي بعد ذلك يجون يقولون يا ما حدا مما بدا، ما أنتم السبب،
اولا انه انتم المعايير اللي تختارون بها هي معايير عاطفيه بعيده عن العقلانيه، يعني لا زال لحد الان خلينا نحكي بهالطريقه، من تسال مثلا كيف نختار يقول هذا فلان خوش ولا خوش ادمي، هاي قضايا اخلاقيه، احنا نحتاج الى علم اداره، يعني بمعنى اذا علم اداره سياسيه اذا اريد اروح للطبيب، هل الطبيب انا احتاج شلون ويا عائلته ويا الجيران له احتاج علمه شلون يعالج القلب يعالج الدماغ، هاي ايضا انا اتكلم على مضض، يعني هو المواطن قد يكون مو فقط بعيد عن هذه المفاهيم، ما عندنا تثقيف، يعني ما عندنا برامج، ما عندنا الجامعات تضخ بهذا الموضوع وتكلف يعني الطلاب، انتم طلاب مو عندكم مشروع بحث سنوي؟ روحوا قيموا بهذا الواجب، نزلوا الى الميدان، ثقفوا الناس، روحوا الى المقاهي، ثيروا الاسئله، بالتالي اعتقد طبعا هاي تراكمت العمليه واليوم احنا نواجه ربما خل اقولها بهذه اكبر كميه من الجهل يواجه النظام الديمقراطي العراقي. الله 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 بكل صراحه اتكلم لك اياها وما هو ربما أكبر نحن اكبر جهل مجتمعي طبعا امام النظام السياسي العراقي بكل جرأه، لان من يقول غير ذلك عليه، خلينا نجي الى المعايير، خلينا نقعد ونتواجه ونخلي المعايير، احنا الان لازمنا شنو السبب اللي يخلي المواطن او اللي يخلي المجتمع بهالجهل؟ انت ذكرت تقول مسؤوليه، خدمات ماكو، شغل ملتهي بعمله والى اخره، هذا اللي سردته جنابك المحترم، لكن هذا يعني ما موجود فقط بالعراق، اليوم كل البلدان، كل المواطنين بكل الكره الارضيه في كل الدول، هو الاب ملتهي بشغله والام ملتهيه بعملها وتربيه الاولاد، المسؤوليه بالمختصر والى اخره، هسه يجوز العراق عندنا شويه ضعف بالخدمات، لا هواي ضعف بالخدمات مو شويه، فشنو الغريب؟ شنو علاقه هذني وانشغال المواطن بحياته ومسؤولياته اللي تولد من عنده مواطن جاهل مع كل الاحترام، جاهل امام طبقه سياسيه او نظام سياسي؟ يعني اعتقد طبعا صحيح موجود في كل العالم، لكنه النتاج السياسي الدولي واضح جدا، احنا عندنا طبعا غائم غامض غير واضح نتيجه التحديات الصراعات هذا النظام. هسه بالانطيفه الدليل طلع قرار الان سواء كان يخرج من مجلس النواب او قرار الحكومه اكو توافق عليه الاغلبيه، ماكو توافق، والشوب دائما اكو صراعات واكو انكسارات واكو توافقات في يحدد المكاسب اللي هي تتوزع. النخب اللي كانت موجوده ربما بكميه كبيره عزفت ربما عن اخذ دورها نتيجه انه الاحزاب او الكتل السياسيه قدمت الشخصيات هي دون المستوى، بالتالي ادى الى انتكاسه وربما ادى الى نفور وابتعاد، وهذا مما أنطى المساحة للآخر، صارت المساحة له وبدأ يتحكم وينتج ينتج دولة عراقية على مقاساته هو، لكن هذا طبعا أعتقد على المستوى البعيد يعني أنه سنصطدم ربما بجبل قوي جدا وربما سينهار السقف على رؤوس الجميع، لأن بمعنى أنه أيضا هاي أهم من النقطة أقول إيش قد يردون يستخفون بالعلوم، مثلا علم السياسة، الفكر السياسي، الفلسفة السياسية، ترى العالم قائم على علم السياسة، بالتالي هذا علم إنساني يفترض أن نستعيد بالعقول التي تدرس المتغيرات. دكتور شوف الأديولوجيا. دكتور خلي أتحول الآن، أعتذر عن مقاطعتك عذرا، خلي أتحول للسيد المستشار وبعدها أرجع أفهم منك أكثر فيما يخص سينهار السقف، هذه شنو تقصد بيها؟ هذه قبل فترة طويلة يعني سمعناها، ليش رجع الحديث بها سينهار السقف؟ بعد ما أتوجه للسيد المستشار السابق في رئاسة الجمهورية الأستاذ حسن العزاوي مشتاقين، أتمناك بخير سيد العزاوي، بعد التحية والترحيب مرة ثانية، ذات السؤال باعتباره منطلق لحلقة اليوم سيد العزاوي، إذا نجي نخلي العملية السياسية بالعراق على مقياس عالمي، شنو النتيجة اللي راح تصدر عندنا من هذا المقياس السياسي العالمي؟ تفضل. استاذ سيف تحياتي لك وتحياتي لاستاذنا الكبير دكتور طارق محمد كريم وللجمهور العزيز. هناك مثل اذا حضر ما بطل التيمم، والدكتور طارق طبعا سرد بما هو كافي ووافي. طيب. لكن ايضا النظام العراقي مشكلته انه اخذ الديمقراطية بدون وعي وبدون فهم. ونتج عن هذه الديمقراطية فقط هو إجراء الانتخابات ومن ثم تشكيل حكومة بعد الصراع على النتائج وصراع تشكيل حكومة، وفهمت الديمقراطية بهذا الشكل.
لذلك اصبح لدينا نقص خلل. شنو شكل الديمقراطيه المفروض شلون يكون؟ يعني نتج عن هذا واحنا دائما نسمع بالمناسبه ان العمليه السياسيه بالعراق بعد 2003 لا تزال عمليه حديثه. صار 21 سنة. وأنا يعني ما أريد أتبنى رأي، أنا وافقك الرأي، لكن هذا اللي نسمع. 21 سنة المفروض يعني ما ربينا جيل اللي سقط النظام عام 2003 اللي كان عمره 6 سنين ودخل مدرسة، ما عرفنا ننظمه ونهيئه لأن يكون نموذج صحيح قادر على أن يدخل بمرحلة جديدة بعمر هذه الدولة. شنو الشكل الجيل اللي ربينا على هذا؟ ما ربينا جيل، عفناه هو يربي نفسه. عفناه هو يربي نفسه، الشارع رباه والفيسبوك رباه والأفكار الدخيلة ربته، وبالنهاية نتج عندنا حركات كثيرة وأفكار كثيرة خالفت النظام الحالي وتوجهات النظام الحالي، وهذا أحدث شرخا كبيرا بين النظام وبين الجمهور، وعليه أصبح هناك سخط شعبي على الطبقة الحاكمة. الطبقة الحاكمة ليست سيئة لكنها لم تعي ما هي رغبات الجمهور وما هي متطلعات الجمهور. تقول لي بطالة، كل العالم ببطالة. تقول اكو كساد اقتصادي، هذا حاله عامه، مو حاله خاصه بالعراق. تقول لي اكو ضعف بجواز السفر الى اخره، ازمه توظيف، هذا كله موجود عالميا، كله موجود. قد يكون العراق افضل من غيره بهذا الملفات، لكن احنا ما عرفنا نثقف الجمهور بانه هذا النظام تعالوا نبنيه سوا، وتعالوا نفصله سوا على مقاساتنا، على عاداتنا، على تقاليدنا، على أخلاقياتنا. أستاذ العزاوي، نعم. هذا الحديث يأخذني لسؤال معين. هو العراق أصلا يرهم بنظام برلماني وتعدد بالآراء لو يحتاج إلى نظام رئاسي؟ لا، أنا أشوف البرلماني أفضل. أفضل بكثير. لأنه بطبيعة الحال، بطبيعة التنوع والألوان الموجودة والتوجهات الموجودة، نحتاج إلى قرار جماعي، وهذا ينتج عنا قرار برلماني اللي هو يكون. بالعكس، أنا أشوف شكل النظام الحالي جيد جدا ومناسب وأفضل من النظام الرئاسي. بل المشكلة أن كثير من يدعي أنه النظام الرئاسي هو الأفضل، هو ما يعي هو ما هو النظام الرئاسي وما هو النظام البرلماني. ويطلع لك واحد على صفحة يقول لك سوي ملكي، ويطلع لك واحد يقول لك سوي شبه رئاسي. مشكلة قمنا نغذي الجمهور بعبارات وجمل والجمهور يرددها بدون وعي، لأنه هذا أيضا خلل الطبقة الحاكمة اللي ثقفت. أنتوا هسه قبل شوية ضيوف الأعزاء تحدثتوا عن 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 تجهيل المجتمع، بالمقابل هذا المجتمع اللي ضعيف بالثقافة السياسية يشوف السعودية، يشوف الإمارات، يشوف هاي الكويت اللي بصفنا، يشوف بحرين، قطر، يشوف هاي الدول، هذه تركيا، يشوف هذه الأردن، إذا راح للأردن بلد مستقر فحق يقول لك أنا أريد نظام ملكي مثلا. يعني هو مو بشكل النظام، يعني فرنسا ايضا جمهوريه وجنبها بريطانيا وبلجيكا واسبانيا كلها ملكيات، وبالنهايه كلهم عايشين، مو صحيح؟ المانيا نظام استشاري او خلينا نقول قريب من رئاسه الوزراء، وهي تملك العالم نوب الاقتصاد. امريكا نظام جمهوري. لا، مو شكل النظام مو مهم بقد ما انت شكل النظام او اسم النظام مو مهم قد ما انت اداره الدوله هي المهمه. يعني انت لو عندك مؤسسه يملكها الحزب الفلاني سين او صاد، مجرد ما صارت انتخابات وانتقلت هذه المؤسسه من سين الى صاد، الموظفين كلهم يطلعون لازم، وياتون موظفين جدد يلبون تطلعات هذا الحزب من فساد، من سياسه. هاي وين؟ كل المؤسسات تقريبا، اغلب المؤسسات موجوده هاي الحاله. مؤسسات لو برئاسات بس لا تحصلنا بهاي الخانه. اتكلم على مؤسسات، يعني رئاسه احدى المؤسسات، يعني كلها رئاسه الوزراء، رئاسه البرلمان، كل المؤسسات. هذا النمط الموجود فيه، وهذا واضح العلن. يعني ما نتكلم احنا سر، اي موظف بالدوله، اي مواطن يتكلم لك بنفس اللغه هذه. فاذا كيف احنا نقدر نقضي على هذه الحاله؟ تمام، انت تعال وزير الفلاني من حزب سين، اهلا وسهلا بك، هذا حق، وهذا موضوع طبيعي انه انت تكون ممثل حزب. انا مع المحاصصه حقيقه. المحاصصه قد اعتبرها انه هي ضمان لمكون من المكونات انه يكون له تمثيل بالدوله العراقيه، لكن انت مو تجي تحارب باقي الفئات اللي موجوده وياك في نفس المؤسسه، تعاقبه وتنقله وتنزل درجته وتبهدله. هي المحاصصه.
اللي انت وياها هي هاي انا اتكلم تعال انت هذه وحده من ادواتها هذه الادوات القذره انا يعني اشوفها الادوات القذره مال شنو انه بانت مال منو ادوات قذره مال منو اللي دا يتسيد على هذه المؤسسه تقصد هذه الادوات القذره الخاصه بالمحاصصه لا هو دا اتكلم بي انت موافق الراي مو بهذا الشكل انا اقول لك انه يجي الفلان من مكون كذا او القوميه الكذا او هذا اي ماكو مشكله بس انت لا تحارب الناس هذا موظف دوله هذا ما يشتغل عندك هذا موظف دوله الى اي مدى المحاصصه ادواتها قادره مدى جدا عالي جدا عالي لانه الموظف اللي بالدوله اليوم اصبح يمسح اكتاف مجبر على ذلك في سبيل انه يحافظ على اكله وشربه وقوته ويقدر يدفع مستحقات حياته وبالنهاية أنت فقدنا كرامة المواطن وكرامة المواطن هاي مهمة يعني صارت حروب على كرامة المواطن لكن احنا اليوم وصلنا إلى مرحلة أنه المواطن أصبح بلا كرامة مجرد مهمته أنه يشتغل نهاية الشهر يأخذ راتبه ويرضي فلان ويرضي فلان بل يسرق وينطي الأكبر منه حتى يخليه في موقعه يعني مع الأسف هذه دولة غير صحيحة مو هذه تطلعاتنا اللي ندافع عنها هذا كلام لو رسائل لا ماكو رسائل ما يحتاج رسائل لا انت تتحدث بكلام لو برسائل هذا قراءه قراءه واقعيه ونتكلم بها من هذا المنبر يمكن من هذا الكرسي مو هذه القراءه تقصد هذه قراءتك لو قراءه رسائلك لا قراءه هاي قراءه بحثيه مو بس انا يعني ما اشكل رقم ما مو بس احنا كبحوث نقراها كتقارير كحوارات وانت جانبك موجود ويانا في مراكزنا وابحاثنا وتقرا تعرف شو نكتب. سيد العزاوي نعيش بهذه المرحله استقرار سياسي نسبي مقارنه بالحكومات السابقه والمشاكل اللي شهدها العراق ما بعد 2003 هذا الاستقرار تتصوره استقرار دائم هذا استقرار لا سامح الله يسبق عاصفه كبيره كيف يفسر هذا الاستقرار السياسي كيف يفسر او يترجم سياسيا يعني؟ شوف اكو حركه اقتصاديه جيده نوعا ما بالعراق اي افضل من سابقاتها زين يعني تتذكر في زمن حيدر العبادي دوله رئيس وزراء حيدر العبادي كان عندنا ازمه اقتصاديه حاده بسبب انخفاض اسعار النفط انخفاض النفط داعش وغيرها هو الحرب وغيرها بزمن سيد عاد عبد المهدي كان شوي اكو تحسن نوعا ما وصارت حركه تشرين وما نتج عنها من توقف وشلل للدوله والى اخره في وصارت كورونا هاي ازمه عالميه يعني اثرت على الكل حكومه الكاظمي حكومه السيد الكاظم ايضا عانت بسبب كورونا كثيرا نعم. كورونا وايضا مو بس كورونا يعني هم ما كانوا اصلا يعني الفرق كلها ما كان مهيئ انه يدخل يدير دوله يعني يمكن حتى كانت تنقص الخبره كباقي الاخرين لكن ما كان عنده دعم مثل الموجودين الاخرين ما اجى من كتله حزبيه او كتله برلمانيه او غيره تجي على السيد محمد شجاع السوداني كان عنده يعني استقرار جيد يعني انه قدر يحصل على كتله انتخابيه جيده هذا الاستقرار يعني السوداني صناعه السوداني ولده لو جاء السوداني الى الموقع وهذا الاستقرار البطل من يستغل الفرص السيد السوداني قدر يستغل الفرص الموجوده برلمان منسجم نوعا ما ماكو بيه صدعين ماكو بيه مشاكل ماكو بيه معارضه ماكو بي انه اجتماعات قلت الحلقات ماكو بي صدريين ماكو بي مشاكل شنو تقصد؟ يعني هو طبعا التمرين يزيدون عندك الاعضاء الموجودين بالبرلمان اكيد عندك مشاكل واكو طرح قوانين واعتراض وموافقه والى اخره بينما اليوم اصبح عندك اطار التنسيق هو من لون واحد وهو اللي قدر يخرج السيد السوداني يسوي رئيس وزراء وبالنهايه انه ماكو اختلافات كبيره بيناتهم قد تكون الاختلافات تحل بس ما كل يوم معارضه داخل مجلس أكو النواب أكو أكيد حتى أكو نسبيه لا اكو طبعا اكو ماكو شلون ماكو معارضه اكو موجوده بس يعني بمستوى واطئ الحده ليس على الحده ارجع لي الدكتور طالب محمد كريم باحث بالشان السياسي كنت تتحدث عن انه السقف سينهار يعني هذه شويه تولد ارتجاف عند الكثير من المواطنين عند البعض من السياسيين وعلى شنو استندت انه السقف سينهار؟ ليش السقف سينهار؟ شنو تقصد السقف سينهار؟ وش وقت هذا السقف ينهار؟ شنو اللي يصير حتى يخلي هذا السقف ينهار لا سامح الله؟ مثل اكو اسباب نجاح مرهونه بشروطها طبعا التدهور ايضا مرهونه بشروط اخرى.
أنا أقول لو استدام هذا الموضوع يبقى على ما هو عليه بالتأكيد سيتم إلى نهاية ربما مأساوية. ما واجه طبعا الحكومات اللي واجهتها واجهت تحديات كثيرة من تأسيس الدولة العراقية الجديدة مرورا ربما ب 2019 والمظاهرات العامة الاحتجاجات العامة. بالتالي أعتقد الكل كان متفقين على أنه المطالب هي مطالب حقيقية وصحيحة ويفترض أن تدعم اجتماعيا ومرجعيا وتحقيق ربما أو خلينا نقول تقليل أكثر المشكلات. طيب ما هي حكومة السيد الكاظمي شلون جتي وفق هذه التحديات؟ بعد ذلك صار عندنا قتال في شوارع بغداد، ما كنا على أبواب الخضراء، هل هذا كان يوحي على أنه هناك رؤية استقرار؟ لا أعتقد، كانت ربما كنا نذهب أوكي دكتور دكتور اعتذر عن مقاطعتك، لكن قبلها كورونا، قبلها داعش، قبلها انخفاض اسعار النفط، قبلها مشاكل سياسيه كلش كبيره، قبلها القاعده، قبلها تناحر سياسي وخلاف بين اقطاب سياسيه سنيه شيعيه كرديه ما نهار هذا السعر. لا هسه اقول مره اكو امور عامه تخص ربما المجتمع الدولي يعني حربك أنت للإرهاب أنت مدعوم من دول تحالف الدولي لأن هاي قضية دولية. مرة أكو بالداخل هذا شأن داخلي وبالتالي يفترض بك أنت كسياسي أن تنجح في الداخل على متنطي أنه انطباع على أنه حتى فترتك على الأقل هي فترة قدمنا كم خطوة إلى الأمام. أنا أقول طبعا عندما نبحث عن المعايير فنبحث عن المعايير، أولا نبحث عن نوع العلاقة مع مؤسسات الدولة ونبحث أيضا ما هي أيضا المجالس المحلية كيف تتعامل وصارت منتشر مع المواطن والوعودات الكثيرة. بالتالي أعتقد ربما أبرز كلام كان يطرحه في المجالس المحلية مشروع كبير جدا، فد مشروع حالة كبيرة أنه راح نعاقب اللي يزيد سعر الإمبيرية على المواطن، هذا فد مشروع كبير مخبوصين وراح نقطع ونطوب ونخليه، وطبعا هي العملية يمكن ربما أصغر موظف أقل شأنا يجي يحل الموضوع، أنت حول إلى رقمي واقعد ببيتك وانتهى الموضوع، ما له داعي بعد أنه أنت تقوم تدور تطلع لي بشفلات وتكتاك، تكتاك وتصور لي لقطات أم الدقيقة وهدم على راسه، ليش تهدم على راسه؟ هاي عقوبة. احنا ما نقول اكو قانون، قل له انت تجاوزت عليك غرامه، عليك منع معين، انت اولا من هدمته هذا خراب وعنف، هاي اولا. النقطه شوف اني انتقده واوقف معه حتى اكون موضوعي، اقول لك هنا ابو المولد تجاوز على حق المواطن يفترض ان يعاقب بالقانون، بس بنفس الوقت مو هاي العقوبه اللي بالشفلات تهدمه وتحرم محله كامله من كهرباء بعد ما عندهم. دكتور مجالس محليه مجالس تيك توك؟ كيف؟ مجالس المحليه مجالس تيك توك؟ هو كل تصويرات ملعدها التصويرات اللي تطلع، يعني منين اشوف الاخبار؟ هسه انا على مستواي منين اشوف الاخبار؟ انا ما اشوف برامج، بالليل اقعد وقت استراحتي حتى اشوفها بالتيك توك، هسه قد يقولون خدمه جيده، نعم لكن مو هذا الهدف، يفترض ان انت تكون رجل دوله، يعني خلي نفصل عندما اكون انا في منصب معين، انا استاذ جامعي، ادخل الجامعه انا ابن الدوله. عقلي عقل الدولة، عاطفتي عاطفة الدولة، أتعامل مع الطالب وفق هذه المعايير خلال هذه الست ساعات. نعم هذا مو حقي أنا اللي أتكلم كأنه أنا شخص ابن فلان عشيرة فلان تجاوزت هاي، لا هاي أمور في دارك خليها في بيتك. زين احنا ايش قد نشوف هسه تعاملات، مثال على ذلك أنا باوع إلى شرطي واقف شرطي مرور بالشارع يريد يحاسب سائق عجلة معينة تجاوز على القانون، نعم صوره أخذ رقمه، أنت ليش تنام جوا التيارات؟ أوفا. شنو معناته هاي؟ انت شو تريد تنطي انطباع؟ يعني منو قال لك انت انتحر؟ منو قال لك ما احنا عندنا اولا نقاط وعندنا كاميرات وانت تجاوز خالف سجل رقمه او الصوره بالتليفون انتهى، تنادي عليه سياره رقمها كذا، هذا يحتاج الى ثقافه بالوظيفه، ما عندنا هذه غائبه، تدخل الى مؤسسه الدوله، هسه المواطن يسمعني. شوف خصوصا التي تقدم خدمات الى المواطن، انت من تريد تروح مشنج ومتوتر؟ الى ان تطلع يمكن تذبح ذبيحه تقول خلصت من هم كبير، ليش؟ لانه تقول قد اتعرض الى اهانه من موظف ما، واحنا على مستواي الشخصي انا تعرضت الى هذا الموضوع. يعني تبع شو يجيبوا لك؟ شو يريدون يقولوا لك؟ فكيف من مواطن عادي؟ دكتور العفو يعني هسه انت مقامك عالي وجنابك محترم، انت تعرضت؟ اعتذر
تعرضت لإهانة في إحدى دوائر الدولة؟ نعم أنا رحت أنا وزوجتي رحنا. أي؟ طبعا بيهم جيدين على الراس لكن شوف نوبات هذول الافراد اللي يسوون يم الشباك لما اجيت تقول لي اتجاوز فالتجاوز يعني زيت ما فكرت هذه امراه كبيره ما فكرت اكو زوج معها ما فكرت اكو اسره انت شنو نظرتك على المواطن يعني انت نظرتك ايش فاهم انت اذا هذا اكو لانه ما تدرب تدريب حقيقي ويخلوا له لائحه يقولوا له تعال انت موظف عند من عند الدوله انت صرت ملك الدوله هذا وقتك لك حقوقك واحده اثنين ثلاثه الى تقاعد وعليك واجبات واحنا جايين في خدمه المواطن هذا المواطن بالجمع هو اسس الدوله هذا المواطن هو يدافع عن النظام هذا المواطن هو يتحمل الحر لأن ماكو كهرباء ويتحمل العطش لأن مي قليل ويتحمل سوء التعليم بالمدارس اطفالهم يروحون المدارس اطفالنا ماكو عندهم أماكن عامة أو مرافق صحية تعبانة جدا وشوف المدارس يخافون العوائل تعالوا تبرعونا والتربية تقول لا حد يتبرع هاي التناقضات من يحلها وشلون توصل إلى حلول نحتاج إحنا إلى شركات عالمية حتى تجي تشرف على هذه الأمور إذا هناك خلل في أداء من هو يدير هذا المنصب كم دولة عندنا؟ كم دولة عندنا بالعراق؟ متعددة صارت كثير يعني جدا وحتى العناوين انقسمت لحظة دكتور أنا دائما أسمعها أنه إحنا بالعراق عندنا أكثر من دولة ودولة بداخل دولة هذه يحتاج لها فالتفسير سريع أنا أقول شو تفسر هذا طبعا إحنا على ذكرك للدولة نعم. تولد هذا السؤال نعم. إحنا تأسيسنا صار بهذه الطريقة أصبحت أحزاب متعددة أصبح عندهم نفوذ أصبح مال أصبح إعلام أصبح علاقات أصبح سهولة السفر كل حزب دولة؟ نعم كل حزب دولة؟ نعم كل حزب يمتلك مشاركة بالسلطة دولة نعم دكتور أنا المشكلة أنا أتحدث مع أستاذ دكتور بالعلوم السياسية شخص مصقول بالمجال متمرس يعني ما أقدر أنا أجادلك وأحاججك لكن هسه هم المشاهد هم خلي ننطي فد عذر يعني شوية صعبة وكبيرة وثقيلة أنه كل حزب بالعراق يعتبر دولة يا دكتور أقول لك المستوى الدول عندنا إيطاليا روما وعندنا الفاتيكان فاتيكان دولة بس صغيرة وروما كبيرة إيه بس هواي بالعراق تقصد كل حزب دولة دكتور نعم عنده قرارات وهو عزيز هي محاصصة هسه أنت تريد تثبت أنه كل حزب دولة أكو محاصصة وهو جزء يعني حتى الدرجات الوظيفية عندما هي للأقليات وللأغلبية وتمشي بهذه الطريقة وخلوا هذه الأمور اللي تمشي عليها بالتالي هو الآن إحنا نتكلم ربما عن نقول تشريع القوانين هل القانون هو يمشي إذا ما أنت عندك قوة وعندك علاقات بالتالي راح تواجه عقبات كثيرة جدا وهذه طبعا ما أطلق عليها السلة الواحدة من كانوا يردون يمشون قانون معين لازم اكو ثلاث قوانين مو قانون معين اكو قانون يخدم السنه واكو قانون يخدم الكرد واكو قانون يخدم الشيعه ثلاثه انت وافقنا عليها نعم يلا سلو خلوهم في سله واحده مثل ما صار مؤخرا تعديل الاحوال الشخصيه وياها عفو عام والان لا زال حول الاحوال الشخصيه لا زال واعتقد ربما الاغلب في مجلس النواب هم ليسوا مع قانون الاحوال المدنيه لكن اعتقد الضغوطات الخارجيه اللي راح تخليهم يدخلون يعني مجلس النواب تعليقك حول تعديل قانون الأحوال الشخصية؟ لا طبعاً ملاحظات كثيرة ويفترض أن تدرس ويفترض أن نفهم عنوان الدولة بالمعنى العام وهوية الدولة شكل الدولة حتى في سبيل أن ننسجم نعم أنا أعرف جيداً وأعي ربما كل اتجاه هو يحاول أن يهرول في سبيل أن يحقق مكسب تاريخي لكن احنا امام دوله وهذه الدوله يفترض ان تستدام وقلنا عن مشاكلها حتى تبقى ناجحه يفترض انه تتفاعل مع رغبات الشعب على الاقل مع الاغلبيه وبالتالي هل هناك ملاحظات؟ نعم ملاحظات يجب ان تدرس وتفهم بالمناسبه هذا القانون طرق قبل سنوات كثيره قدم لكن اقدر اقول يعني انه تم عودته او ارجاعه او اخفائه النخبه عندما تصدد في حواراتهم في ورش وفي الندوات انا واحد من هؤلاء النخبه عندما ناقشنا من هو كان متسنم هذا الملف وجاءوا هم رجال دي بالمناسبه وعندهم مكانتهم وكل الاحترام لهم اقتنعوا بكل الناس اللي قاعده النخبه القاعده ارائهم رجعوا الموضوع لكن هالمره رجع بهالطريقه هاي بعد تبقى
هم اعضاء مجلس النواب هم يمثلون عقل الدوله. بس هسه يقول لك طبق الشرع بكل حذافيره، السارق والسارقه نعم. اقطعوا ايديهما، هسه حتى هذه انا اطبقها مثلا. نعم انا اعتقد هذه قضايا اولا فقهيه اصوليه، لكن كفكر سياسي ديني كلام فضفاض بكثير من الملاحظات. اليوم الكل يتفاعل مع المتغير. يا اخي العزيز، هسه احنا بالنسبه لنا اليوم نتكلم عن الأمم المتحدة ونتكلم عن مجتمع دولي، هو الذي يريد أن يفرض رؤيته السياسية على العالم، لأن باعتبار يعتبر نفسه أنه هو الراعي. أنت شلون راح تتفاعل مع مدونة أمم متحدة وأنت تتعارض ربما مع أبجديات المدونة؟ بالتالي هذا راح يحرج الدولة، راح يحرج البرلمان، راح يحرج الحكومة. ولماذا في هذا التوقيت على الأقل؟ يعني خلينا نقول حتى البعض مثلا يقول يا ترى هو ما يحقق. لا، حتى ما لم يحقق لكن هو يعطيه شرعية. لا، مستوى الناس مختلفين في استيعابهم، بالتالي هذا عندما يجد هناك مشرع يبدأ بالعمل ويبدأ بتطبيق هذه الأمور. أرجع للسيد العزاوي، خليني نتحدث عن انعكاس ما يحدث مؤخرا في المنطقة، أحداث البارحة، القصف اللي تعرضت له إحدى المحافظات، يعني اغتيال أحد القادة في إيران. نتحدث عن الوضع السياسي، وتعرف العراق يعني تأثيره مباشر بالأحداث الخارجية. شلون راح نتعامل ويا هذه التفاصيل في القادم؟ يعني هنالك من يشير إلى أنه الأمور ستتصاعد وستنقلب الطاولة في الواقع العراقي، الله يستر وراح يصير ما يصير بسبب أحداث المنطقة. بالمقابل يقول لك ما أدري شلون مبلل ما يخاف من المطر، طبيعي عادي وإلى آخره. شنو رؤيتكم السياسية؟ تفضل. سيناريو عام 2003 لا يمكن أن يكرر مرة أخرى. يعني مال تجي دبابة أمريكية وسقط نظام ويجيب نظام آخر، لا يمكن أن يتم مرة أخرى بأي شكل من الأشكال. لا الوضع الدولي يسمح به، ولا الداخل الأمريكي يسمح به، ولا العراق الجديد يسمح به. هاي أول نقطة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، إسرائيل عازمة أو كيان الصهيوني عازم على إنهاء هذا الملف بأي شكل من الأشكال، لأنه ثقلها حقيقة جدا. أنا أحكي عن انعكاس على الداخل العراقي. يحتاج العراق اليوم مستعد لصدمات؟ العراق مستعد للتعامل مع أمور قد تدخل إلى العراق، قد تضغط على العراق؟ الواقع السياسي العراقي مستعد لهذه التغييرات والانعطافات المحتملة بسبب ما يحدث في خارج العراق؟ هذا اللي أتحدث عنه سيد العزام. يعني شوف، العراق هو مشكلته الأزلية هو بالمفاوضين من الستينات القرن الماضي لحد اليوم، ما نتج عنا مفاوض قادر على أنه يحقق مكاسب للعراق، وهذا طبعا يستمر هذا الموضوع ويكبر يوم بعد يوم ويزداد الخسائر العراقي يوم بعد يوم بسبب ضعف المفاوض العراقي. يعني ضعف المفاوض العراقي ما متمرس على انه يفاوض، على انه يكون صاحب مبادره الى اخره. دائما يدعى للمفاوضات ويطلع منها خسران على مدى التاريخ. ما اقول هذا النظام الحالي، على مدى التاريخ كله. موضوع اليوم اللي الهجمه اللي صارت باح على 3 دول، هذا طبعا اكبر من امكانيات العراق وحدود العراق اصبح، لانه انت مو بس العراق مستهدف بها، المحور بكامله مستهدف، العراق جزء من هذا المحور، وهذا المحور تعرض لضربه قويه يوم امس، واعتقد الرد سيكون اقوى. اعتقد طبعا لازم، يعني لازم بديهيا لازم يكون اقوى، ولازم يكون مختلف عن الرد السابق. عندنا ردين سابقات، واحدة قاعدة عين الأسد أتذكرها، أو قاعدة الموجودة في أربيل، والرد الآخر اللي كان قبل مدة على فلسطين المحتلة، وأعتقد هذا الرد حيكون بشكل آخر. يبقى الزمان والمكان، هذا طبعا تحددوا الجماعة هم يشوفون شنو اللي إمكانيات اللي موجودة عندهم متاحة. لكن يقول حيكون رد شامل، أقول لك حيكون رد محدود أيضا. الرد والرد الآخر لوين يأخذ العراق؟ يعني العراق او اللي وين ياخذ الاستقرار النسبي بالداخل العراقي؟ الرد والرد الاخر. والله صعب التكهن بهذا الموضوع. ما نعرف احنا شنو اللي حيكون بالمستقبل، كلها امور مبهمه. طيب انت ليش بتسال نفسك هل اكو بعد هجمات اخرى؟ ليله اليوم كيف ستكون؟
ايش راح تكون؟ ما نعرف، انت هاي كلها امور احنا بعيدين عنها، احنا ما داخلين عنها بالمباشر، لكن خميس. احنا فرض علينا فرض علينا ان نكون ضمن هذه الحلقه. زين. وانت ما عندك قرار عسكري او سياسي بهذه الحفله اللي تصير. فانت ما تقدر تخمن كيف حيكون شكل العراق وما هو موقفه وما هي تداعيات هذه الازمه اللي حتكون عليه. لكن هو يؤثر، طبعا يتاثر اكيد بشكل 100% يؤثر، لكن قد تكون انه تاثيره مو مباشر نوعيا. دكتور، بسؤال اخير، الرد والرد الاخر الى وين ياخذ العراق؟ فيما يخص اتحدث عن احداث المنطقه وانعكاسها على الواقع العراقي. نعم، داخل العراق. اعتقد يعني من شهر 10 اكتوبر ما حدث طبعا مع غزه وهذه الاباده الجماعيه وتبعاتها، ما حدث انه توحيد الساحات وفصائل لها رؤيتها السياسيه. الواقع العراقي ايضا طبعا احنا عندنا هذا الموضوع، والقرار او الرؤيه الحكوميه الرؤيه الرسميه هي طبعا متعاطفه جدا مع القضيه الفلسطينيه. لكن انا يعني في قراءتي الرد والرد الاخر لوين ياخذ؟ يعني اعتقد انه الكيان الصهيوني عازم على حسم هذا الموضوع باعلى التكلفه. اتحدث عن العراق. يؤدينا الى مشاكل اخرى وتبعات مستمره، وربما تثقل الدوله وتثقل ايضا حتى على الوضع الاقتصادي للشعب العراقي. لان بدليل اليوم لما عندما يكون هناك خرق للسياده العراقيه، وانا اتكلم عن الضربات هذه الإجرامية اللي تعرض لها بلدنا وآخرها ليلة أمس. أتريد أن تسوي قضية تدويل لمجلس الأمن؟ ما هي أمريكا والدول معها تقف أمامك؟ إذا يفترض أن نبحث عن حلول أخرى. دكتور طالب محمد كريم، باحث الشأن السياسي، أنا أشكرك الشكر الجزيل. شكرا لك عزيز. الأستاذ حسن العزاوي، مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، ضيف عزيز أيضا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا لحسن إصغائكم والمشاهدة، إلى اللقاء. شكرا.